يعني في بيئة العمل اليوم أكثر عامل خلني أقول دارج ومر عليك في العيادة أنه هو سبب الضغط هذا عندي؟ المدراء السيئين مع الأسف. يعني هذه إحصائية أصلاً يعني معروفة، لكن حبيت أسأل لأني استغربت أنها معروفة أصلاً في الاستقالات أو في التيرنوفر بصفة عامة، أنه المدير السيء هو السبب بشكل كبير بنسبة أعلى من 84% أنه هو السبب في خروج أغلب الموظفين أو المواهب اللي موجودة عنده. لكن حتى بالاحتراق الوظيفي يكون هو السبب؟ مش هو السبب في الاحتراق الوظيفي، من ضمن الأسباب خلينا نقول، هو من ضمن الأسباب. ولكن مش هو السبب الرئيسي، وإجحاف بحق المدراء أن إحنا نقول أنه هو السبب الرئيسي. لكن مسألة المدير السيء هي خلينا نقول أحد العوامل اللي خلينا نقول تقلل من جودة مكان العمل، تمام، اللي ممكن يشتكون منها الناس. وأنت سألت بالعيادة، في فرق بين مدير سيء إنه هو صارم وأنا ما أستطيع أني أتعامل مع الدايركت أوردر حقته أو شخصيته الصارمة، تمام، لضعف مثلا قدرتي على التعامل مع هذا الأمر، أو ما عندي مرونة وفلكسبيليتي كذا في التعامل مع المدير الصارم أو المدير المزاجي. فهم هنا أكثر نمطين سيئة مثلا من المدراء: المدير المزاجي اللي هو مو بحابك، أنت وش سويت مهما سويت هو مو بحابك، أنت مو بجايزين له، خلاص.